بسم الله. الكورس بتاع الـ MTA قبل ما نبدأ نخش فيه دخلنا على حاجة اسمها سيرتيفيكيشن باث. بحثنا كده على الإنترنت طلعنا السيرتيفيكيشن باث، فلقينا إن مايكروسوفت هو طبعا MTA اختصار لكلمة مايكروسوفت تكنولوجي أسوشيت، متقسمة في الأساس يعني إلى مرحلتين وثلاث مجموعات. خلاص، مرحلتين اللي هو المرحلة الأولى اللي هي بتاعة الامتحان اللي احنا بنسميها MTA، خلاص، اللي هو أسوشيت اللي هم يعني الناس المبتدئين، خلاص، والسبيشاليست اللي هم الناس المتخصصه. كانت الامتحانات بتاعت مايكروسوفت دايما اللي هي الام سي تي اس ومستوياتها كانت مختصه قوي بالناس اللي هم يعني هاي ليفل شويه، يعني مستواهم عالي شويه وبتاع مش عارف ايه. فبدات ناس تخش الكورسز اللي هي بتاعت الام سي تي اس، ما بتعديش وبتسقط كتير ومش عارف ايه وكلام من ده. فبداوا هم يفكروا تفكير مختلف، الا وهو ان احنا هنعمل ليفل تاني مبدئي الناس تتدرب عشان مستواها يرتقي شويه عشان تقدر تعدي الامتحانات اللي هي بتاعه البروفيشنال او بتاعه السبيشالست يعني. خلاص، فكل مستوى بدا يقول لك والله احنا هننزل مجموعه كورسات، تاخد ده ثم ده ثم ده، زي ما احنا شايفين مثلا ده لازم يجي قبل ده وده بعد ده، فاهمين الفكره؟ فكل مستوى بيوصل مستوى بحيث تقدر توصل للايه، للتخصص يعني. ففي عندهم جزء خاص بالاي تي وبيقول لك كل واحد بتمشي فيه ازاي وبتوصل للليفل، والليفل ده بيبقى اسمك فيه او الكاريرز بتاعتك بتبقى ايه، واسم المفترض توصل تبقى اسمك ايه في الاخر، او شغلتك تبقى ايه يعني. خلاص، وفي الديفلوبرز برضو في مجموعه من الكورسز المفروض تعدي عليهم بشكل ما بحيث توصل للمستوى اللي هو المتخصص، وبتبدا بعد كده تبقى اسمك بقى اما ويندوز ديفلوب، انت بتشتغل على ويندوز ديفلوبمنت او سوفت وير انجينيرنج او ويب ديفلوبمنت او سوفت وير انجينيرنج او الى اخره. بالنسبه للجنب بتاعنا احنا هنشتغل طبعا ان شاء الله داتابيز، فعملوا مستوى واحد بس مبدئي قبل ما تخش في التخصص يعني، مش محتاجه زي دي مثلا. يعني مثلا الديفلوبر مثلا محتاج ياخد الاول يعني، او الديفلوبر بالذات اللي عايز يتوجه ويب بقى لازم ياخد اتش ام ال 5، وبعد كده ياخد تشوف بقى هيتجه جيمنج ولا موبايلنج، وبعد كده يشوف بقى دوت نت وسوفت وير ديفلوبمنت فاندمنتالز، وبعد كده يطلع بقى اول شيء كان هياخد ويندوز ديفلوبمنت او ياخد ويب ديفلوبمنت او مش عارف ايه. فليه قصص طويله عشان تعرف توصل للتخصص يعني. اما بالنسبه للداتابيز فانت محتاج بس داتابيز ادمنستريشن فاندمنتالز اللي هو 98 364. خلاص، وبعدين تخش على طول بقى بتاخد شهاده من الاثنين في التخصص بتاعك، يا اما بتشتغل داتابيز ادمنستريشن او داتابيز يعني زي ما بيسموه داتابيز انجينيرنج، يا اما بتروح بقى على داتابيز ديفلوبمنت بقى والبزنس انتليجنس وتبدا تعمل حاجات بقى يعني تطوير في السيستمز بتاع الداتابيز والكلام ده كله. دول المستويين الاساسيين بتوع مين؟ بتوع داتابيز. فاحنا محتاجين بس واحد بس ام تي ايه عشان تقدر تبقى مؤهل انك تخش بقى في الايه؟ في الحاجه في السبيشاليست ليفل يعني. خلاص، دي كانت يعني سيرتيفيكيشن باس هم مايكروسوفت اللي عاملاها يعني. كان في كذا حاجه ثانيه متهيألي هي دي هيها يعني، مفيش فيها اختلاف. الرود ماب دي بقى يعني خريطه مايكروسوفت، بس مش خاصه بالام تي ايه بقى، ده خاصه بكل الليفلز بتاعت مايكروسوفت، خلاص، الاي تي اكاديمي كلها. فبيقول لك بقى من الاول لو كنت انت هتشتغل كبزنس محتاج تاخد ايه من الكورسز، خلاص، هتشتغل ككلاينتس محتاج تاخد ايه من الكورسز، هتشتغل كسيرفرز وكلام من ده محتاج تاخد ايه من الكورسز بتاعت مايكروسوفت، هتشتغل داتابيز محتاج تاخد ايه من الكورسز، هتشتغل ديفلوبمنت وتطوير وكلام من ده تحتاج ايه من الكورسز. ورسموا خريطه كبيره جدا اللي هي مايكروسوفت اصلا متبعاها حاليا، خلاص، مش بس في الام تي اي، لكن زي ما هتلاقي مثلا في عندنا في الموس اللي هو مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست، في عندنا في الام سي اس اي، في عندنا برضو حاجات يعني مختلفه مش بس المستوى بتاع الام تي اي. لكن اللي يهمني في الموضوع دوت لو احنا هناخد الرود ماب دي هناخد الجزء بتاع الداتابيز ده، مفترض نوصل لايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه، ونفصل لغايه الاخر لغايه اخر الطريق دوت، المفترض ايه هي الكورسز المفترض ان الواحد ياخدها. هتلاحظ ان هم بادئين اول حاجه لازم تاخدوا المستوى بتاع الام تي اي 364. خلاص، واحد ممكن يقول لي طب انا ممكن اخد الليفل الثاني ده مباشره، والله لو انت عندك الامكانيات وتقدر تخش على المستوى العالي ده مباشره خش، مش مشكله خالص. خلاص، لكن هو زي مستوى مبدئي بيجهزك او بيأهلك للايه؟ للمستوى اللي هو المتخصص. فبقول لك عشان تبدا بالاول تاخد ام تي اي 364، ده اول الطريق طبقا لخريطتهم هم مش طبقا لدماغنا احنا. خلاص، يكفينا فتي، خلاص، خلينا نشوف هم بيعملوا ايه ونمشي وراهم يعني. خلاص، هو قال لك خلاص هو ام تي اي 364 ده تدريس فاندمنتالز، تاخد مبادئ بتاع التدريس، بعد كده تخش بقى على 461. طبعا لو انت عايز تعرف يعني 461 ده
بسهوله جدا، وتقدر تخش على الانترنت وتكتب مثلا اكزام مثلا 461 بتخش عليه بيطلع لك بقى ايه الديسكريبشن بتاع الكورس والكلام ده كله زي، وطبعا الى اخره بقى. بعد كده تاخد ادمنستريشن او ادمنستريتنج مايكروسوفت اسكول سيرفر، تاخد ادمنستريتنج. بعد كده بتعمل ده حاجه اسمها بقى الداتابيس بقى والهاوسنج، واكيد لو في حد منكم يسمع الورهاوسنج والكلام ده كله. بعد كده انت خلاص كده مؤهل تاخد ام سي اس اي في اسكول سيرفر بجميع مراحلها، وبتبدا بقى اما بتشتغل على داتا بلاتفورم يبقى بزنس انتليجنت. ففي عندك اما تاخد الاتجاه بتاع البيزنس انتليجنت يا اما بتخش على الاتجاه بتاع داتا بلاتفورم، وده مش موضوع لا يعني هي دي الخطه اللي انتم المفروض تركزوا فيها او ده اللي انت هتمشي فيه خلاص. طيب انا مثلا ام تي اي 364 اللي هو بتاعنا دوت ببساطه جدا، انت ممكن تيجي نوت معايا كده، هو اسمه 98-364 خلاص. اخش عليه من موقع مايكروسوفت ذات نفسه، انا ادور على اللينك بتاع موقع مايكروسوفت ليه؟ عشان يطلع لي والله لو انت عايز تخش الكورس ده مفترض او الليفل ده او الاكزام ده مفترض تعمل ايه، وهو المطلوب منك، وايه هي الريكويرمنتس، وايه اللي المفروض نتعلمه عشان نقدر نخش مستوى زي ده. طبعا ده السعر طبعا اللي على موقع مايكروسوفت خلاص، اسيبكم منه خلاص. وكمان مكتوب عليه ان هو ايه نوت ان ايجيبت خلاص. في بعد كده فينا مش عايز اخش بقى في الشركات اللي خدت الحاجات دي عشان دي مش موضوعنا دلوقتي، لكن هو المفروض ان اكزام 98-364 ده على بيطبق على سكول سيرفر. واللي يهمني السكيلز ديت اللي هي المهارات اللي احنا المفروض نتعلمها، هم مقسمينها زي ما احنا شايفين على 5 مستويات خلاص. كل مستوى منهم في مجموعه من النقط، المفترض ان احنا هنمشي وهنلتزم بالاجزاء الاساسيه دي خلاص. هتكلم برضو ازاي هنلتزم بيها وايه الاجزاء اللي احنا ممكن نتخطاها وايه الاجزاء هنتوسع فيها وكلام زي كده. لكن هو بيقول لي ان ال5 اجزاء دول هو understanding the core database concepts، وده الشابتر الاولاني زي ما انت عايز تسميه شابتر او المهاره الاولى او دي بتبقى عباره عن يعني جزء كده عموما بيتكلم عن كل حاجه في الداتابيز عموما خلاص كده، بيديك انترودكشن. فلو جيت فتحت كده هتلاقي ان هو بيتكلم معاك ادي الدروب او ادي الكونتنت المحتويات الاساسيه، بيكلمك في الاساس يعني ايه تيبلز، يعني ايه ريليتد تيبلز، ويعني ايه داتا، ويعني ايه كولمز وفيلدز وروز وريكوردز ومش عارف ايه وكلام كده، شويه معلومات عامه. وبعدين يعني ايه ريليشنال داتابيز، ويعني ايه ار دي بي ام اس اللي هي يعني ريليشنال داتابيز مانجمنت سيستمز. وكده بيكلمك ان في حاجه اسمها دي ام ال وفي حاجه اسمها دي دي ال، دي يعني سب لانجويجز او لغات من لغات الاس كيو سيرفر. وده الجزء بس كده انتروداكشن عموما. بعد كده بيبدا بيكلمك بقى على كرييت داتابيز اوبجكتس، ازاي تكرييت الاوبجكتس وايه انواع الاوبجكتس الموجوده في الداتابيز الى اخره، زي كرييت التيبلز والفيوز والستور بروسيجرز والفانكشنز الى اخره. فلا تيجي تبص الاول بيديك طبعا نبذه يعني ايه داتا تايبس وانواع البيانات ومش عارف ايه وكلام من ده. وبعد كده يعني ايه تيبلز وازاي كرييته وازاي كرييشن ليه وازاي احط الكونسترينتس بتاعته والقيود بتاعته الى اخره. ازاي كرييت فيوز، ازاي كرييت الستور بروسيجرز والفانكشنز مش عارف ايه، وازاي اخليهم يسلكت او ينسيت او يبديت البيانات او كلام. بعد كده بيخش على الجزء بتاع المانيبليت للديتا اللي هو التعديل البيانات او الدي ام ال، وده بيتناول فيه الاجزاء المعروفه جدا الانسيرت والابديت والديليت والسلكت خلاص. بعد كده بيتكلم معانا على اندرستاند داتا ستورج اللي هي الخاصه بتخزين البيانات، فبيكلم فيها بيتعرض فيها على حاجه اسمها النورماليزيشن خلاص. و المفروض ان في برضه حاجات اخرى زي الاي ار والحاجات دي كلها، يعني اللي هي الانتيتي ريليشن شيب دايجرامز. في حاجه ثانيه اسلوب اسمه نورماليزيشن اتعرض ليه. في طبعا هي هتبدا تعرف على الكيز بانواعها، البرايمري كي والفورن كي والكومبوزيت كيز وكل انواع الكيز بقى يونيك والنوت نال. يعني مش عايز برضو احسس الناس ان في حاجات كتيره تتلخبط، بس محتاج ان انا ادي برضو انترو عن الموضوع يعني. بعد كده بيتكلم على الاندكس وانواع الاندكس والكلاستر اندكس والنان كلاستر اندكس والتري ومش عارف ايه والبي تري وحاجات كده، ايه انواع الاندكس ويعني ايه اندكس اصلا كاوبجكت جوه داتا بيز وبيفيدني في ايه. مهم جدا ان يبقى احنا عارفين الاساس ده. اخر جزء بيتكلم فيه على الادمنستريشن او الاداره الخاصه بالداتابيز، فبيتكلمني فيها على السكيورتي
خلاص ازاي نكريت يوزر وازاي نديله بريميشن او صلاحيه او حق معين، وازاي يقدر ده يشوف وده يعدل، لكن ده ما يقدرش يعمل مش عارف ايه، ده يخش على الداتابيز بتاعتي لكن ما يقدرش يعدل، ده يقدر يخش ويكاري، ده ما يقدرش مش عارف يعمل ايه، طب انا هديك حق انك تسلكت بس ما تقدرش تعمل ابديت. ازاي نمانج القصه بتاعت اليوزرز والاكونتس اللي موجوده في الداتابيز. وبيتعرض في جزء مهم جدا اعتقد من ده من ارقى الابواب اللي موجوده او ارقى الاجزاء، ده بيتكلم على جزء بتاع الداتابيز باك اب وريستور، ازاي اعمل نسخ احتياطيه للداتابيز بتاعتي وازاي ارجع النسخه الاحتياطيه والكلام فاهم زي كده. خلاص اللي هي وانواع الباك اب بقى، الفول باك اب والانكريمنتال باك اب والمش عارف ايه، يعني انواع يخش في انواع الباك اب كمان. ده الجزء الاساسي او كل ما سوف نراه ان شاء الله خلينا عمر في الكورس ده. خلاص فطبعا ده كده كمحتويات الامتحان بوضوح. خلاص بيبقى محتاج منك يعني في حاجتين اساسيين، في انك تبقى التكنيكاليتي بتاعتك تبقى عاليه، بتعرف تشتغل اسكو سوبر كويس، بتعرف تشتغل يدوي، بتعرف تعمل حاجه، بتعرف تنشئ حاجه، بتعرف تجرب، بتعرف تعمل ايه. وفي بتبقى لازم تكون فاهم الكونسبت، لازم تكون فاهم المفاهيم دي ماشيه ازاي، انا ليه يعني ليه بعمل كده الاول ثم ليه بعمل كده وليه بعمل ودي معناها ايه ودي تؤدي الى ايه ودي تفرق ما بينها وما بين دي ازاي والكلام ده كله. يعني من الاخر في جانب عملي وفي جانب نظري. هو الداتابيز ادمنستريتور بيبقى اكتر ما هو ما بيخشش كاري تيبلز وبيخش يدير بيانات ومش عارف ايه، لا لا ده ديفلوبر خلاص بيكاري الداتابيز وده يعمل سيستمز ومش عارف ايه، وهل الدنيا ماشيه صح بتدير بتعدل بتحسب مش عارف ايه كلام من ده. الادمنستريتور مش كده خالص، الادمنستريتور هو ما يكريتش وما يعملش مش عارف ايه كلام من ده، لا هو الادمنستريتور ممكن يمانج اليوزرز الاكونتس البريميشنز الصلاحيات الباك اب بيتظبط ازاي، البرفورمانس مش عاجبني عايز اعلي البرفورمانس بتاع الداتابيز، الداتابيز بطيئه انا عايز مش عارف. هو يبقى القصه دي، لكن هو ملوش دعوه بالايه بالسيستم ذات نفسه، هو بيبقى في راجل ديفلوبر معاه بيشتغل وبيعمل السيستم ده وبيأناليسيز الكلام وبيحوله الى داتابيز ويبدا يشتغل عليها والسيستم يبدا يشتغل، ده كله داتابيز ديفلوبر. لكن الادمنستريتور ما بيعملش كده، الادمنستريتور بيبدا بقى ايه يعني ادمن مدير بس، هو مش هيبدا يشغل كل حاجه بيدي، هو بس بيشيك الدنيا ماشيه كويس، لا والله الدنيا دي بطيئه عايز احسن السرعه، الباك اب كده انا بقيت خطر الجدول ده لما عايزين نضيف تريجر لما يحصل مش عارف ايه باك اب لي لما اجي ارفع الانترنت مش عارف ايه اللي بيحصل، يعني بيتكلم في حاجات حوالين الداتابيز لكن مش الداتابيز بالظبط. خلاص طيب فده كانت المحتويات الخاصه بالكورس اللي احنا هنتكلم عليه، وقلنا زي ما قلنا في جزء جانب نظري وجانب عملي. يمكن انا ههتم اكتر بالجانب او دي خطتي، يعني ما اعرفش هتعجبكم ولا لا، بس انا خطتي اني اتكلم عملي خالص. خلاص ونتناول الجانب النظري من خلال سؤال واجابه امتحان، يعني بدل ما نغوص في النظري، طبعا اكيد شبعانين نظري اكيد خلاص فطبعا في اجزاء نظري برضو الامتحان انا برضو يهمني تاخد الكورس وبرضو صدرت ايه تجتاز امتحان، فعشان كده بنقول ايه لا احنا نشتغل عمل خلاص، والجزء النظري يا ريت نتناوله من خلال اسئله واجابات الامتحانات دي بتيجي ازاي. انا برضو لازم نتدرب في الاخر على الاكزامز، انا فهمت خلاص عملي كل حاجه واخش الامتحان اسقط، لازم اتدرب على الاسئله بتيجي ازاي وبيتناقشني ازاي، واسئله دي لما بيجي يسالني بعمل ايه حاجات كده انت فاهمها كويس، وتتدرب على الاسئله اللي بتيجي كتير ومش عارف الكلام ده. فده هنخلي النظري شويه لحد لو المفهوم بتاعه مش هيعطلني في العمل، لو المفهوم بتاعه عطلني في العمل هضطر طبعا ان هو يتقال. ربنا يستر ان شاء الله على خير. طيب يعني هو عشان برضو المستويات هتبقى برضو يعني لو في حاجه ممكن توقفوني، يعني لو في ما عنديش اي مشكله خالص يعني.